عثمان نقول بره الملعب اوت، رمي انت ماسك تلعب على طول توصل محمد عمارة. يلا يا عمارة واحدة حلوة بالعرض لحسام يلعبها توصل سهلة لحماد عمر. هي بتتعاد مرة تانية، محمد عمارة لحسام على القريبة. قلت لحضراتكم على القريبة هنعمل خطورة جامدة جدا. كمال بياخد كل الكور العالية، جسمه كبير قوي أكتر من 185 160 سم ويعدي عجالي الأخضر، لعيب كويس قوي. ده رقم 7 عجالي الأخضر. توصل الكورة لعلي ماهر. علي حكم الدولي جمال الغندور بنهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز الجزائر الشقيقة. الشورت الأبيض لكن شراب أحمر. قدامنا نمرة 15 علي دحلب، ده بيلعب في وداد أمل تلمسان وشفناه لما كنا في تونس في الفترة الأخيرة. وبدأت فعلا أحداث الشوط الأول، وكرة أمامية طويلة عند حسام حسن. مال طبعا مش المادة كمادة في حد ذاتها، لكن الهجمة مع الجزائر وبينية وتطرد وهوبا وجول 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 وجول. الهدف الأول للجزائر، بيجيبه عجالي الأخضر بيلعب في بارتيج في فرنسا. عجالي الأخضر أهو، عجالي أهو نمرة 7، هتشوف حضراتكم اتلعبت له. أدي نمرة 10 أهو وماشي أهو، عجالي نمرة 7 وكمل. الهدف الأول، هدف الجزائر الأول أهو، أدي إعادة في دقيقة 5 من الشوط أو من بدء اللقاء، الشوط الأول وبداية المباراة، 1-0 للجزائر. أحمد حسن، هاني رمزي، وعلى حازم بيلعب بين عبد الله عبد السلام حارس المرمى. كرة أمامية طويلة، الهجمة المرتدة هناك عند عجالي الأخضر اللي جاب الجول. محترف هتاخد مع تصاوت عبد الحفيظ وخطر ومن قدامه لكن بياخدها بإيده. يا ترى الحكم صفر أكيد.